عشان نعمل يا جماعة عيش السبانخ هنحتاج حوالي بتاع 50 جرام سبانخ، شوية كده زي ما انتوا شايفين فريش. هنحط عليهم 3 بيضات، شوية فلفل اسود، نخلط ده كله مع بعض. شوية بيكنج باودر ما يتذكروش، يعني سنة بسيطة زي ما انتم شايفين كده. الزيت يا جماعة، وهدهن الطاسة التيفال بتاعتي خفيف كده. دلوقتي يا جماعة هنزل في الطاسة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، أول ما تتشمع معانا يا جماعة بنقلبها على الوش التاني. قلبته على الوش التاني يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، تحفة. طبق غني بالبروتين. كده خلاص كده برفعه من على النار، شايفين يا جماعة؟ ممكن تعمليه سندوتش بقى زي ما انت عايز، تحفة. جربوا المقدار دوت ودعولي. شايفين يا جماعة طالع تحفة ازاي؟ ما تنسوناش لايك وشير وتدعمونا في القناة، ونتقابل الفيديو القادم ان شاء الله.